مساء الخير على كل مشاهدي قناة النيل الأخبار وكل من انضم إلينا الآن في برنامج من القاهرة الذي يبدأ معكم ويستمر حتى قرب منتصف ليل القاهرة. هيكون في موضوعين أساسيين وأيضا هيكون في إطلالة إخبارية متنوعة لأبرز أحداث اليوم. مساء الخير. مساء الخير هبة. مساء الخير لكل السادة المشاهدين. بنرحب بحضراتكم. عندنا موضوعين زي ما قالت هبة. الموضوع الأول متعلق بمشاركة مصر في مؤتمر دول الجوار الليبية اللي عقد في مدريد بإسبانيا وشاركت فيه الحقيقة أكثر من 20 دولة. المؤتمر ومصر تحديدا أكدت على مجموعة من المعاني على أهمية دعم مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق، ومصر أكدت كمان على أهمية دعم الليبية برئاسة عبد الله الثاني، وقالت مصر ان لابد الاعتراف بهذا المجلس مجلس النواب الليبي كممثل شرعي وحيد عن الليبيين فقط، واكدت على اهمية ان يكون هناك حوار حقيقي بين كل الاطراف في ليبيا. موضوع الثاني هبه. موضوعنا الثاني يتعلق بدور القوات المسلحة في مصر، القوات المسلحة التي ما زالت بتقدم للشعب المصري، وده ليس بالجديد عليها لكن على مر العصور والجذور التاريخية المختلفة للجيش المصري في كل مراحل التاريخ دايما بيثبت أن الجيش المصري في خدمة هذا الشعب. الجيش المصري ومشروعات قومية عديدة بيشارك فيها، على رأسها الآن حفر قناة السويس الموازية وتنفيذ المشروع القومي للطرق، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الأمن الغذائي وأيضا محاولة تخطي الأزمات المختلفة من أزمات خاصة بوسائل النقل العام أو غيرها من الأزمات. الحقيقة الجيش المصري أو القوات المسلحة بتقوم فيها بالدور الواجب القيام به في خدمة الشعب، ده هو موضوعنا التالي. طيب دول كانوا الموضوعين الرئيسيين مع حضراتكم، ولكن عندنا استعراض لمجموعة من الأخبار. يمكن بدايتنا مع مجلس الوزراء، حيث أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم أنه لن يسمح بتكرار ما حدث في الجامعات في العام الماضي من عنف وما شبه ذلك، وقال كمان أن كل رئيس جامعة مسؤول بصورة كاملة عن العملية التعليمية داخل جامعته. كذلك أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية أن يكون هناك استعدادات حقيقية لبداية العام الدراسي. الكلام ده جاي خلال اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة استعدادات العام الجامعي الجديد بحضور وزراء الأوقاف والمالية والتعليم العالي، بالإضافة إلى رؤساء عدد من الجامعات ومديري أمن القاهرة والجيزة. وشدد رئيس مجلس الوزراء أنه لن يتم السماح بإهانة أي أستاذ جامعي. من جانبي كمان أشار وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق أنه تم العمل على عدة مسارات استعدادا للعام الدراسي الجديد حتى لا يتكرر ما حدث في العام الماضي. للمزيد من المتابعة مشاهدين الكرام بينضم إلينا السيد السفير حسام قويش المتحدث باسم مجلس الوزراء. سيد سفير مساء الخير يا فندم. مساء الخير. سيد سفير، اجتماع اليوم الحقيقة اجتماع مهم مع استعدادات الجامعات للعام الدراسي الجديد. رئيس الوزراء أكد خلال اجتماعه اليوم على مجموعة من المعاني الحقيقية، يمكن كان أبرزها أنه لن يسمح بتكرار أو لن يسمح بشكل عام بتكرار ما حدث في الجامعات في العام الماضي من عنف وما شبه ذلك. أبرز ما جاء في هذا الاجتماع. يعني بكل التأكيد السيد رئيس الوزراء أكد على أنه لن تسمح الدولة بتكرار الأحداث المؤسفة التي وقعت العام الماضي ببعض الجامعات، وهناك إصرار على الحفاظ على هيبة الجامعة والحرم الجامعي وعلى هيبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وعلى حق الطالب الملتزم الذي يذهب إلى الجامعة للدراسة وليس لممارسة أعمال شغب. وأكد أيضا سيادته أنه لا عودة للحرس الجامعي، حيث كان ذلك مسارا للوسط الجامعي خلال الفترة الماضية. أكد سيادته أنه لا عودة للحرس الجامعي، ولكن يعني في نفس الوقت لا سماح بأي تخريب داخل الجامعات، وأنه يجب احترام كل القواعد واللوائح التعليمية الجامعية، وأنه سيكون هناك اهتمام بالطلاب غير القادرين وإلائهم رعاية كاملة. وكان هناك أيضا استعراض للخطوات التي اتخذتها الجامعات من أجل السيطرة على الدخول الجامعة، بحيث لا يدخل الجامعة إلا الطالب المسجل داخل تلك الجامعة، وعدم السماح للغرباء باقتحام الحرم الجامعي والتفضل على
يعني والخروج على القواعد المنظمة لتلك الجامعة. سيد سفير، كان حاضر هذا الاجتماع وزير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات. أهمية التنسيق المستمر بين رؤساء الجامعات، بين وزارة التعليم العالي، بين رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعملية التعليمية على مدار العام، وليس فقط الاستعدادات المتعلقة ببداية العام الدراسي، كيف ترهأت؟ يعني بكل تأكيد السيد وزير التعليم العالي هو يحضر أيضا بصفته كل اجتماعات مجلس الوزراء والتي تتم بشكل أسبوعي، وبناء عليه فهو التواصل بين مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي ده موضوع قائم على مدار الساعة وخلال اجتماعات مجلس الوزراء، وأيضا في اجتماعات مخصصة لمناقشة الأمور الخاصة بالجامعة واحتياجات الطلاب وضبط الأداء التعليمي داخل الجامعة. أشكرك جدا السيد السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا. ضبط الأداء الأمني كان له شق آخر من خلال لقاءات وزير الداخلية سيادة اللواء محمد إبراهيم ومساعديه لتفقد الحالة الأمنية قبل بدء العام الدراسي الجديد بالنسبة للمدارس في بداية الأسبوع القادم، أو حتى بالنسبة للجامعات في بداية شهر أكتوبر أو بعد عيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير. الحقيقة اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام تحدث عن هذه الاستعدادات، وتحدث أيضا عن الكشف عن عدد من الخطط أو نيات تنظيم الإخوان الإرهابي لاستغلال بداية العام الدراسي في ارتكاب أعمال شغب وعنف بعدد من الجامعات، وقال إن تلك المحاولات سيتم مواجهتها بكل حسم وحزم وفقا للقانون. عدد من المحاور هيتم فيها أو من خلالها إجراءات التأمين، تسيير دوريات أمنية مكونة من ضابط وأفراد من البحث الجنائي والأمن المركزي ووحدات انتشار سريع اللي تم استحداثها مؤخرا للمرور على جميع المدارس والجامعات على مدار اليوم الدراسي. يمكن قبل من القاهرة تابعنا نشاط أيضا سيادة رئيس الجمهورية وتفقده لقوات الانتشار السريع، وقال إن أبرز صفاتها يجب أن تكون الجاهزية والاستعداد ورد الفعل مع الكفاءة. قوات الانتشار السريع هيكون ليها دور قوي جدا داخل الشارع المصري وأيضا في بداية هذا العام. أيضا أي نوع من محاولات التهديد للطلبة أو أمنهم سواء في المدارس أو في الجامعات هيكون في تصدي واضح من الداخلية. دكتور عادل عدوي وزير الصحة وسكان أعلن اليوم إطلاق الموقع الخاص بعلاج مرض فيروسي، الموقع متعلق بسوفالدي تحديدا، وخلال المؤتمر الصحفي اليوم الحقيقة قال مجموعة من الأمور المهمة جدا. أشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمعهد الكبد إلى أن الإجراءات التي تمت تتمثل في فتح البوابة الإلكترونية للحجز، وده تم بالفعل اليوم، وتفعيل الخط الساخن رقم 19153، الخط مرة تانية رقم 19153، ده اعتبارا من يوم الحد القادم علشان أي حد معرفش مصاب بفيروسي أو عنده نوع من التليف الكبدي، أي حد معرفش يسجل على البوابة الإلكترونية اللي تم إطلاقها اليوم ممكن يتصل على هذا الخط. رقم أيضا للطوارئ خاص رقم الوزارة اللي هو 105 و107 30. ولكن رقم 19153 ده متعلق بشكل محدد بعلاج فيروسي سوفالدي تحديدا، والمشاكل التي قد تنتج عن البوابة الإلكترونية أو الموقع الإلكتروني اللي تم إطلاقه اليوم. كمان الوزير قال إن لأول مرة بموجب ورقة الحجز المطبوعة من البوابة الإلكترونية بيتم العلاج على نفقة الدولة للمرضى غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي، ويتحمل التأمين الصحي نفقة علاج المرضى الخاضعين لمظلته. يعني بشكل بسيط جدا كل اللي سجله اليوم لو كان عنده تأمين صحي هيتعالج على نفقة الدولة من خلال التأمين الصحي اللي هو تابع ليه أيا كان الوظيفة اللي بيشتغل فيها، لو ما عندوش تأمين صحي هيتم علاجه على نفقة الدولة من خلال اللجنة اللي موجودة في المراكز المختلفة. كمان الوزير قال ان بعد التسجيل خلال 24 ساعة هيتم ابلاغ المرضى بالمعلومات والاماكن التي يتوجهوا اليها من خلال المراكز المتعلقة على مستوى الجمهورية حتى يتم الكشف عليهم. وقال كمان ان مفيش داعي للقلق بشكل او باخر،
لأن العملية مستمرة خلال مرحلة، وهيكون في مراكز تصل إلى 26 مركز على مستوى الجمهورية في الأيام القادمة بإذن. بس على أي حل يعني تسهيلا على المرضى، هي الفئة العمرية اللي مخصص لها العلاج أو الأنسب لها العلاج بهذا العقار هي من سن 18 ل 70 سنة، وطبعا ده وفق حالة وظيفة الكبد أو درجة التليف في الكبد. ربنا يحفظ الجميع وإن شاء الله يكتب لهم جميعا الشفاء. الخبر الثاني خبر رياضي وانت هتبقى اصلح مني. طيب ماشي. تراجع المنتخب القومي لكرة القدم 23 مركز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد الخسارتين الكبيرتين اللي تلقاهم المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وجاء المنتخب المصري في المركز رقم 61 عقب الهزيمة أمام السنغال وتونس. وفقا للتصنيف الشهري حافظ المنتخب الألماني حامل لقب كأس العالم على صدارة التصنيف العالمي، بيليه منتخب الأرجنتين ثم كولومبيا فهولندا، كما احتل المنتخب الجزائري صدارة المنتخبات العربية في المركز 20. للمزيد أعتقد معنا الأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي بالأهرام. أستاذ جمال مساء الخير يا فندم. أهلا بيك يا فندم، أنا ناقد رياضي بالأخبار. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. بتشوف إزاي تراجع التصنيف المنتخب المصري رقم 61؟ طبعا هو هذا التراجع زي ما حضرتك قلت هو نتيجة للنتائج السيئة اللي بيحققها منتخب مصر في الفترة الأخيرة، وطبعا ده في عوامل كتيرة جدا بدأت يمكن بعد ما حصل منتخب مصر على بطولة أفريقيا 2010 كان ترتيبه التاسع على المستوى العالمي، لأن احنا قبلها كنا خدنا بطولة الأمم الأفريقية ثلاث دورات متتالية جدا، ان احنا كنا نوصل للمركز التاسع وده أفضل مركز نوصله. بعد كده طبعا توالت النتائج السيئة لمنتخب مصر وخرجنا من تصفيات كأس الأمم الأفريقية مرتين متتاليتين لم نصل إلى النهائيات أصلا. ثم في التصفيات الحالية طبعا زي ما حضرتك عارف تعرض المنتخب لهزيمتين في أسبوع واحد تقريبا، أمام السنغال في دكار وثم أمام منتخب تونس في القاهرة. فبالتأكيد أن هذه النتائج لابد أن يكون لها هذا التأثير. ولكن أستاذ جمال من رقم 9 لرقم 61 ده حاجة صعبة جدا، حاجة يعني صعبة. إيه اللي حصل يعني؟ إيه اللي حصل بالنسبة يعني حتى مش بس الماتشين دول، هو إيه اللي حصل يعني بالنسبة لكرة القدم تحديدا يعني اللي خلت هذا التراجع بالنسبة للمنتخب في رقم 61 من 9 ل 61؟ طبعا ده شيء يعني تدهور شديد، بس ده كان مترتب على اولا طبعا عدم انتظام المسابقات الكرويه المحليه في فترات الانفلات الامني، ثم ما تلاها من احداث مذبحه استاد بورسعيد اللي توقف على اساسها النشاط المحلي، وطبعا النشاط المحلي ده هو اللي من خلاله بيتم اختيار المنتخب وطبعا منع الجماهير من حضور المباريات. يعني كانت في ظروف سيئه جدا مرت بها الكره المصريه على مدار السنوات الماضيه منذ 2010 تقريبا وما بعدها حتى الان. طبعا نتيجه منطقيه وطبيعيه نرجو ان هذا الرقم او هذا الترتيب السيء اللي هو 61 على مستوى العالم يبقى جرس انذار بالنسبه لينا جميعا، سواء كنا جماهير او نقاد او مسؤولين في اتحاد الكوره او عن المنتخبات الوطنيه، ان احنا نحدث يعني نوع من الانتظام للحياه الكرويه المصريه حتى نستعيد المكانه اللي فقدناها. انا بشكرك جدا الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي بالاخبار، شكرا جزيلا. مؤتمر مدريد بشأن ليبيا الذي عقد يوم الأربعاء خرج بعدد من التوصيات، أبرز هذه التوصيات دعم مجلس النواب الليبي في تبروك وأيضا حكومة عبد الله الثاني.
أساسيات وافقت عليها أيضا مصر من ضمن 21 دولة كانت مشاركة في هذا المؤتمر، باعتبار أن المؤتمر الوطني الليبي لن يعود مرة أخرى لأن ليس له أي شرعية، وهذا يعطي مبرر لأي مؤسسة ليبية قامت قبل ذلك من أن تعطي نفسها مبرر لكي تقوم مرة أخرى. الحوار والتحدث مع الميليشيات التي أو الفصائل التي لا تشهر السلاح ولا ترفع السلاح هو الحوار الأساسي للحل، لكن أي من يرفع السلاح لا تواجد له على الساحة الليبية، ده الاتفاق اللي تم في مؤتمر مدريد. هنتابع التقرير التالي وهنعود لمناقشة هذا الموضوع مع ضيفينا الكرام في الاستوديو. هيكون معنا الأستاذ أحمد طه النقر الكاتب الصحفي، وأيضا الأستاذ عبد القادر بن سعود الباحث والمحلل السياسي الليبي. الأوضاع غير المستقرة في ليبيا والتي تنسحب آثارها بشكل مباشر أو غير مباشر على دول المنطقة والعالم أجمع كانت الهدف الرئيسي لمؤتمر مدريد حول الاستقرار والتنمية في ليبيا. ويشارك في المؤتمر ممثلو مصر والمغرب وتونس وموريتانيا والجزائر والنيجر وتشاد والسودان، وكذلك فرنسا وقبرص والبرتغال وإيطاليا واليونان ومالطا، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة. ويرتكز المؤتمر بالأساس على مسألة تشجيع الحوار الوطني وتفادي مواجهة مفتوحة مع المسلحين ودعم جهود الأمم المتحدة في عملية الانتقال السياسي في ليبيا. وزير الخارجية سامح شكري ممثل مصر في المؤتمر دعا إلى تقديم الدعم الكامل لمجلس النواب ككيان شرعي وممثل وحيد لليبيين، مطالبا المجتمع الدولي بلغة حاسمة مع المتطرفين والإرهابيين. ولفت شكري إلى أن مصر دعمت ثورة الشعب الليبي في فبراير من عام 2011 ولا زالت تدعمه، كما ظهر ذلك واضحا خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد بالقاهرة يوم 25 من أغسطس الماضي، وانتهى إلى ضرورة حشد الدعم الكافي للمؤسسات الشرعية الليبية. ويبقى التحدي الكبير أمام المؤتمر متمثلا في الاتفاق على رؤية مشتركة تعتمد على الاعتراف بشرعية مجلس النواب وحكومته وتفعيل قرارات الشرعية الدولية بمعاقبة الأطراف الداعمة للعنف والإدانة الصريحة لكافة الأطراف الدولية أو الإقليمية التي تدعم الميليشيات المتطرفة الرافضة للشرعية، وبناء قدرات الجيش والشرطة إضافة إلى ضبط الحدود واحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام، بالتحديد عن مؤتمر دول الجوار الليبية الذي عقد في مدريد. مزيد من التفاصيل والنقاش حول هذا الموضوع بنرحب بضيوفنا في الاستوديو لهذه التفاصيل. أولا الأستاذ أحمد طه النقر الكاتب الصحفي، أهلا وسهلا يا فندم. كمان برحب مع حضراتكم مشاهدين الكرام بضيفنا الأستاذ عبد القادر بن سعود الباحث والمحلل السياسي الليبي، أهلا وسهلا. بنرحب بحضراتكم. اسمحوا لنا نستأذن حضراتكم في الخروج لموجز الأنباء ونعود فورا لبدء هذا الموضوع وهذا النقاش حول ليبيا. موجز الأنباء مع أمر رشدي.